السلام عليكم، سأريكم طريقة تحميل فوتوشوب بطريقة مباشرة بدون كراك ولا باتش ولا أي شيء، يعني سيشتغل معك مباشرة، فقط ثبت وشغل البرنامج. كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى الرابط أسفل الفيديو والضغط على تحميل أو داونلود، تثبت بطريقة عادية جدا وسيشتغل معك البرنامج كما ترى الآن، هو مشتغل معي أنا كما ترى، وتمتع. إن اشتغل معك وقمت بتثبيته ضع اشتراك، والسلام عليكم.